مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا ومعكم في قناة ناحية تي في وفي فيديو جديد. إذا اليوم سوف نستعرض يعني بعض الأجهزة ديال السمارت. هذه بالنسبة للناس اللي عندهم تلفازة عادية وبغاو يخدموا سمارت في التلفازة، مثلا يعني تلفازة مثلا ما فيهاش سمارت، ما فيهاش سمارت تي في، ما فيهاش الأندرويد، أو ما فيهاش السطور الخاص بها. إذا كاين هذه الأجهزة ديال في حال مثلا هذا سنيك الاش 96 ماكس 4K. اذا سوف نقوم بفتح الجهاز على هذا الشكل. نستعرض محتويات الجهاز، يعني الجهاز ياتي على هذا الشكل كما تلاحظون. ياتي بمنفذين اليو اس بي، منفذ الاج دي اي، منفذ الانترنت الثابت، اضافه الى الشاحن. يعني ياتي على هذا الشكل. وهذا هو جهاز التحكم، يعني جهاز التحكم الخاص به اتش دي ام، اضافه الى الشحن. سوف نستعرض باقي المحتويات الاخرى. اذا بالنسبه لهذا الجهاز كما كتلاحظوا المعلومات ديالو فهو 4K الاندرويد 9. الان مع الجهاز الثاني كما كتلاحظوا، هذا هو الجهاز الثاني تي اكس 3 ميني، ياتي على هذا الشكل. ياتي على هذا الشكل كذلك، نفس المميزات الاخرى. هذا الخاص يعني بالصوت، يعني مع اللومبلي، كيخدم مع اللومبلي بالنسبه للصوت. بالنسبه الباقي الاشياء الداخليه يعني نفس الاجهزه، فقط يعني هناك اختلاف في الخصائص وفي الشركات وفي نظام الاندرويد والسعه التخزينيه. ننتقل الى الجهاز الثالث، كذلك هو من سنيك والفوركي، لكن بنظام الاندرويد نظام 10 كما هو موضح في العلبة. ياتي كذلك على هذا الشكل. اذا العلبة ديالو الاكس 96 كا، يعني كما تلاحظون يعني يمكنك اضافة شريحة الاس دي او كارت ميموار على هذا الجهاز. اذا بالنسبه للمحتويات الداخليه فهي نفس المحتويات الاخرى. اذا غادي نمروا لاخر جهاز من سنيك، يعني فقط هذه بعض الاجهزه المقترحه من الفوركي. هذا الجهاز سنيك كذلك الاش 96 ماكس الاكس 3، فهو ويتكا، اي يعني الصوره كيعطي الصوره ويتكا في التلفاز. الجهاز هو على هذا الشكل كما تلاحظون، ياتي بشكل دائري ليس بشكل مربع. مدخل الواي فاي، انترنت ثابت، منفذ لليو اس بي، اتش دي ام الخاص بمشاركه الصوره مع الهاتف، اضافه الى الافي. كذلك يشتغل في التلفاز العادي، يعني التلفاز اللي كيخدم الكلابيخه صفراء وحمراء وبيضاء. كذلك هذه الخاصه بالصوت، وياتي الخاص بالشحن، واضافه لشريحه الايز دي او كارت ميموار. اذا نتمنى اخذوا فكره ولو بسيطه حول هذه الاجهزه. لا تنساوش تشتركوا معنا وتدعمونا، كاين غير المزيد من هنا فوق ان شاء الله، ما كاين غير الفيديوهات والنصائح التعليميه والمفيده. شكرا لكم على المشاهده، وفي فيديو قادم الى اللقاء.